مساء الخير عليكم. اليوم جيت نقدم معكم بانكيك بلا حليب بلا زبده بلا زيت، كيجيو هشاش غزالين، كيعطي تبارك الله ما كيعطي واحد الكميه اللي هائله، وتحمري بهم وجهك مع الضيوف. تابعوا الفيديو. نبداو على بركه الله. البنات عندنا هنا زوج بيضات، عندنا مبشور ديال الحامضه، ممكن لكم تنسمو باش ما بغيتو، او لما عندكمش الحامض تنسمو ب كيس ديال الفاني. عندنا 3 ديال الخميرة الحلويات من فئة 8 غرام. غادي نحتاجو 5 د المعالق ديال الزبدة مذوبة، انا عاد غادي نذوبها. كنحتاجو كاس ديال السكر، كنحتاجو 2 معالق كبار ديال الخل، وغادي نحتاجو تقريبا 2 كيسان ديال الماء ديال العنبة. صافي، ما غنحتاجو لا زيت لا حليب، والدقيق اكيد عندي هنا تقريبا 3 كيسان ونص. انا غتشوفوني غادي نديرهم في الراشوار. نبداو على بركه الله نديرو السكر، غادي نضيفو قبيصه ديال الملح باش نعادلو داك الفرق. غادي نضيفو البيض، غادي نضيف كيس ديال الفاني. انا غادي نستم بهم جوج، كيعجبني الفاني وكيعجبني لوزيست ديال الحامض. كنعتذر البنات على الصوت ديالي، شويه ضربني البرد. غادي نضيف، غادي نطحن واحد شويه وعاد غادي نضيف الماء. غير بما داب ليا داك السكر، غادي نضيف هنايا جوج كيسان ديال الماء. غادي نضيف الكاس الثاني تقريبا 300 مليلتر ديال الماء، انا نضيف جوج كيسان. غادي نزيد شويه، غير نطربهم شويه، وغادي ندير الزبده الذوب. نضيف الزبده، خمسة ديال المعلقات، نضيفهم، نشعل عليهم الفوطة. من بعد غادي نضيفو هاد 5 المعالق ديال الزبدة، نخلطهم واحد شوية، وغادي نضيف الدقيق والخميرات. هكا دابا غادي نضيف دقيق الكاس الاول. انا اصلا عابره هنايا، راهني مغربلاها البنات، ما تضيفوش دقيق دفعه واحده باش ما يتكتلش لكم لتحت. نطرب هذا، عاد غادي نزيد. البنات غادي نزول الخليط ديالي من هنا، غادي نضيف الخميرات، والخميرات انا ما كنبغيش نطربهم باش يسقط ليا الخليط هو هذاك. غادي نضيف الكاس الثاني وغادي نضيف الخميرات. الخميرات غادي ندير لهم طاولة نغرب لهم.
الشفا ديالتك كتولات كتبقى في هاد الخميرة. صافي وغادي نحيد المقدم اللي بعد هادشي. غادي نخدم البنات هادشي مزيان. القوام ديالي مازال خصو دقيق، خاصو يجي شويه ثقيل، ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف بزاف، يعني القوام ديالي بحال يجي بحال ديال الكيك، خف منه شويه. صافي دابا القوام ديالي راه هو هذاك. غادي نضيف جوج معالق ديال الخل، نضيف معلقة الاولى ومعلقة الثانية. هذه الاولى، هذه الثانية. هانتوما البنات راه بدات كتنشف، راه نشفات ماشي بدات كتنشف، انا ناقصه ليها البوطه بزاف. واش ما تحرقش هي؟ غادي نخدم البنات بجوج مقلات، ندير هذيك وغادي ندير هذه. وهذه البنات هانتوما راه كيفاش طابت. صافي غادي ندير المقلة ديالي تسخن مزيان، وغادي ندير فيها هذه المقلة. بعد ما كيطيبو البنات هانتوما كيبداو ينشفو، اوبس، كيجيو ساهلين انهم يتقلبو. انا راه كنهز غير بجنية ديال الموس، راه ما كنهزش البنات، ما كنكملش بالهزة ديال الموس هانتوما، حيت عارفه غادي يجرح شي علاش. غير كنبداها وكنكمل بيديا، راه واخا سخونه وكتحرق، ما عنديش ديك سباتولا اللي راسها صغير. يا هادي تحمرات ليا بزاف، كنبقى هكا كنستمر عليهم كاملين. شفتو البنات؟ صافي هكا غيطيبو من جوج جهات وغادي نحيدهم. انا البنات هنايا غادي نزين هاد البانكيك ديالي بداكشي اللي عندي متوفر في البيت. عندي هنا اللوز إيفيلا حمرتو، عندي هنايا كاوكاو وشويه ديال اللوز كونكاستي محمرينو هنايا. المهم انا غادي ندير داكشي اللي عندي. عندي هنا هاد صوص كراميل كتعجبني، هاديك تحمرات ليا، غادي ندير هكا على الوجه غير هكا شويه بالطريقه هكا. ديروا كونفيتي الا عندكم الكونفيتي، غير اللي عندكم ديروه. غادي نخوي في شي اناء ونهني راسي. غادي نبقى نهز هكا هاد صوص هاد الكراميل، وغادي نزين الوجه ديالهم بالطريقه هادي. يمكن لكم ديروا الكوك الا عندكم الكوك، زينوهم هذا الحبيبات ديال الشوكولا فيرميسيل او الشكلاط اللي عندكم. انا مازال البنات في التزيين،
البانكيك ها هو كيف ما كتشوفوا كيف ما جا زوين في المنظر، وواحد الكمية اللي وفيرة تبارك الله، وما يحشمكش مع الضيوف، وجا غزال لا في المذاق ولا في الشكل. كنتمنى